راح نزيد نستصلح او نغرس كتجربه اولى من نوعها، تجربه نموذجيه 18 هكتار للتين الشوكي يعني الهندي، ودايرين في البرنامج تاعنا على انه الماكسيموم تاعها راح يكون واجده سنه في يعني على خمس سنوات، ممكن تكون قل من خمس سنوات. بعد ما يوجد تين شوكي راح ندخل في تجربة أولى من نوعها على المستوى الوطني، على مؤسسات، على مستوى المؤسسات البيئة المفتوحة والورشات الفلاحية، أن نولوا ننتج حتى زيت البذور الشوك الهندي. درنا أول حاجة درنا الدبلوم، كوننا رواحنا بيان، وانا دوكا مع التمهيد هم يورونا كيف نقرصوا الهندي، كيف نديروا الزيتون، كيف المشماش، كيف التفاح، وانا معاه الحمد لله.